سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيصفى في غالب النواحي الساحليه وكذلك بعض المناطق الشرقيه، اما في النواحي الاخرين الحال صافي ومشمش. الريح غادي صوت شمالي غربي وبقوه مجهده شويه في السهول الغربيه في سوس وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه في عامه المناطق لقل من 50% ما عدا في اللوكوس وعبده فاش غادي تتعدى شويه 60%. الحراره وسط النهار غادي تهبط بشي درجات على ديال البارح ولكن غادي تبقى طالعه، 28 درجه في اللوكوس، 29 درجه في ناحيه عبده، 31 درجه في الريف والذهب، 34 درجه في المنطقه الشرقيه، 36 درجه في ناحيه الدكالة، 37 درجه في الشاويه الاطلس المتوسط والساقيه الحمراء، 38 درجة في الغرب وناحية سايس، 41 درجة في ناحية الضرعة، 42 درجة في الحوز وناحية التافيلات، و43 درجة في تادلة وناحية السوس. إذن الحال غادي يبقى صيفي سخون ومزموت وسط النهار، واخا الحرارة غادي تنقص بشي درجات على ديال البارح. الرطوبة هابطة والريح قوي شوية في السهول الغربية والسواحل الصحراوية، وفي هذا الطقس السخون والحار وناقص رطوبة في الجو خاصنا نردو البال مزيان للبهايم والكسيبة وبالخصوص المحلات والكوارة والزرايب فاش معيشينهم واللي خاصهم يكون تيدور فيهم شوية ديال الهواء، ونردو البال التكاثر فيهم ديال الحشرات وبالخصوص زوزع اللي منو تيخرج الدبان اللي ما تيخليش البهايم يستافدوا من الماكلة ديالهم كما ينبغي، وإن شاء الله بالتوفيق والله يكمل بخير.